بسم الله، اهلا بيكم حبايبي. عايزين نعمل مع بعض اكل سهل وسريع في الجو الحر ده، ومش مكلف خالص، وكله من البيت، ويبقى خفيف كده، وحاجة سخنة وفريش من البيت احسن ما نشتري اي حاجة من برة، واوفر كتير جدا. هنعمل الاكلة دي مش هكمل مع بعضها كلها، مش هكمل تلت ساعة في المطبخ، وهكوني خارجة بالاكل اللي شكله يفتح النفس ده، واللي مش مكلف خالص. عارفين طبعا كل يوم اسعار السمك والفراخ، واحنا عايزين نغير، حتى لو من سعرهم غالي الاكلات دي والله بتفتح النفس اكتر من اللحوم والفراخ، ونوع من التغيير. هنعمل رز ببطاطس، وهنعمل جنبيه طبق سلطه حلوه كده وشويه مخللات، يعني بكل بساطه زي ما انتم شايفين، رز ببطاطس حاطين عليه شويه كبد كانت موجوده ومتوفره، لو مش موجوده خالص ممكن نستغنى عنها ببيض او لحمه معصجه زي ما انت شايفه في حله على النار. هنحط فيها سمنه مع زيت، بعد كده هننزل بالبطاطس بتاعتنا اللي احنا مقشرينها وغسلينها ومقطعينها مكعبات، نحطها على النار تتشوح، بعد كده ننزل عليها ببصله متقطعه مكعبات. ممكن العكس، ممكن نحط البصله في الاول وبعدين نحط البطاطس، اهم حاجه يتشوح. وننزل بالبهارات اللي هي فلفل اسمر، ملح، كمون، كزبره، شويه شطه خفيف، اللي بحب الشطه واللي ما بحبش بلاش. نقدر ننزل يعني فلفل حامي لو حابين، اي اضافات انتي حباها ممكن تضيفيها مع البطاطس اللي بتتشوح دي. اشوحها تشويحه حلوه على النار لحد ما تاخد معايا كفر البطاطس كده، تبقى متغلفه بكفر كده خفيف زي ما انت شايفه كده. شوحي طبعا، حاطه في الناحيه التانية ميه، او لو تسخني ميه في الكتل، بس انا بعمل بالمتاح كان معايا يعني وقتها بأبسط الإمكانيات خالص. هنعمل أكلة سهلة. بعد كده الرز بتاعنا المصري العادي كنا غسلينه، وأحطه عليها وأشوحه معاه تشويحة يسخن معايا بس، وياخد من طعم كل حاجة موجودة. طبعا كل ده على نار عالية. بعد كده الرز بتاعي معايا لما تشوح اهو، هنزل عليه بقى بعد كده بإيه. أنا عندي بودرة زعفران بتتجاب عادي من عند العطار، واذا مش عندك تقدري تستبدليها بكركم عشان ياخد اللون الاصفر ده، وبرده بيديكي الكركم بيديكي طعم حلو قوي. شايفة دي البودرة، حطها في شوية مية، بنزل كده ببودرة الزعفران على الاكل بتاعي ده، وممكن نضيف كمان مرقة بودر، وانزل بقى بالمية المغلية كده عشان الكوباية بتاعتي ما يبقاش فيها حاجة. طبعا عارفين ان الرز المصري كل كوباية بتاخد كوباية، هنا كان البوتاجاز باين الانبوبة بتفضى ولا ايه. واشوح معايا الرز، اقلبه تقليبة كويسة كده من كل جوانب الحلة، بعد كده بغطيه وعلى نار عالية، وبعد كده بفتح عليه لما يكون اتشرب، بديله تقليبة كده من تحت لفوق عشان الرز ما يمسكش في الحلة من تحت، واوطي عليه يعني يستوي. بجيب عندي بقى اي خضار في التلاجة، طماطم تقطعها بأي شكل، سواء دواير زي ما انت شايفة كده، او تقطعيها زي الوردة كده تقسميها اربعة اي شكل زي ما انت شايفة الشكل التاني اهو. عندك خيار، عندك فلفل الوان، عندك خس كابوتشا، عندك شبت وكزبرة وبقدونس تقطعي عليها اي حاجة عندك ومتاح، بحيث ان انت ما تنزليش في الحر ويوم يبقى احنا ما صرفناش في حاجة، يبقى كله اكل من البيت. الخيار، فلفل اخضر، كل المتاح عندك اعملي فلفل حامي. بعد كده انا عملت، بعد ما قطعت التقطيعة دي، عملت خلطة في الخلاط برضو عشان ممكن تقدري تعمليها في الهون، تعمليها في كبة، تعمليها في اي حاجة، عبارة عن توم وليمون وشوية خل وملح وكمون وكزبرة والحاجات دي، انا عاملاها هنا في الخلاط عشان اسهل على نفسي، لكن لو دقتيها في الهون برضو بتبقى جميلة جدا، وتحشي بيها الحاجات دي وتقلبيها، وفي الكبه برضو بشويه ميه صغيرين خالص، وتحطي الحاجات دي التمليحه دي على الطماطم تتشرب منها عشان يبقى طعمها حلو، وتركنيها بعد كده على جنب لحد ما الاكله بتاعتك كلها تخلص. طبعا الطبق ده عميق جدا، طبق كبير. كان الرز بتاعي معايا هنا اتشرب زي ما انتوا شايفين كده، على ما عملت السلطة وجهزت المخللات والحاجات دي، كان موجود عندي وقتها كام واحدة كبدة بتاعت الفراخ وكده،
برضو نزلت فيها بمية مغلية وشوحتها وقطعتها مربعات صغيرة وحطيتها على الطبق كيعني جزء من البروتين. اذا مش موجود ممكن تستبدليه ببيض او تستبدليه بلحمة معصجة لو عندك، لو عندك اي حاجة مش موجود ناعمة، الحاجات دي ناعمة والله. الاكلة دي وهي سخنة يا جماعة بتبقى تحفة واكتر من رائعة. تقدري تحطي عليها معلقة سمنة بلدي حلوة كده، يعني هتاكلي الاكلة دي وهتدعي لي احسن ما تاكلي اي لحوم. زي ما انت شايفة بقى القوطة بتكون اتشربت بقى التمليحة اللي احنا عاملينها اللي كلها ليمون وتوم وكلها بهارات وحاجات من دي، طعم الاكل وهو بسخن بيبقى ما شاء الله تحفة. يا رب اكون افدتكم ولو بشيء قليل او ذكرتكم باكلات قديمة منسية، ويكون الفيديو عجبكم. وان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم فيديوهات تانية كتير، ومع السلامة.